مدينة شاسعة الأرض، متعددة الأعراق والثقافات، صاخبة الألوان. إنها ريو دي جانيرو البرازيلية. ريو كما يحلو لأهلها تسميتها، تستعد لاستقبال زوارها من مختلف أنحاء العالم في حدث يتابعه الملايين. فمدينة السامبا ستحتضن مباريات من كأس العالم لكرة القدم بعد أيام قليلة، حدث يعول عليه مهنيو قطاع السياحة في هذا البلد لاستقطاب أعداد غير مسبوقة من السياح. هناك الكثير من الأماكن التي يمكن الاستمتاع بها من دون أن تنفق المال، على سبيل المثال شواطئ ريو، إنها رائعة فعلا. سماء زرقاء وشواطئ رملية ذائعة الصيت ومرتفعات خلابة، ميزة جعلت من ريو دي جانيرو وجهة سياحية مفضلة لكثيرين. أما الاستمتاع بالطبيعة في أبهى تجلياتها وسحر اللعبة في الآن ذاته، لن يكون باهظ الثمن كما يعد مسؤولو القطاع السياحي في المدينة. أعتقد أنه خلال كأس العالم كل شيء سيصبح باهظ الثمن. لكن في المدينة ذاتها ثمة من لم يرق لهم تنظيم بلد ما زال فيه من يتضورون جوعا، بطولة بحجم كأس العالم لكرة القدم. احتجاجات هؤلاء على ما يرونه توجيها غير عادل لموارد بلدهم، ربما ساقت الأمور إلى غير ما تشتهيه ريو وقطعها السياحي.